people think about the extent of what you might want to do and what you have to do. الحقيقة نحن مقبلون على الانتخابات في لبنان من خلال بوابة النصر الكبير الذي حققه جميع اللبنانيين بدون استثناء على العدو الإسرائيلي وعلى المشروع الإسرائيلي المستهدف الصيغة اللبنانية منذ نشأة هذا الكيان الغاصب. جيش محمد سوف يعود. جيش محمد سوف يعود. احفظ لنا نصر الله. فلترتفع الأصوات في كل المدن والبلدات على امتداد الوطن العربي وعلى امتداد العالم الإسلامي ولتطالب بفتوى صارخة من علماء المسلمين من كل فقهاء ومراجع المسلمين بالجهاد وأن الجهاد فرض عين على كل مسلم وليس واجبا كفائيا فقط وستجدون إسرائيل لا يمكنها أن تبقى لأيام قليلة والله مش ضعاف